تعالوا بقى نشوف موضوع تاني مهم، كشف علمي تم الإعلان عنه من جانب الفريق العلمي لمركز الحفريات الفقرية في جامعة المنصورة، واللي أصبح بيضم واحد من أقوى المراكز البحثية المتخصصة في الحفريات الفقرية، وده موجود في العالم كله أو هو الأكبر والأهم في العالم كله. الكشف الجديد بيشبه الدولفين وعبارة عن اكتشاف حفرية لجنس من الحيتان المنقرضة عمرها 41 مليون سنة وكانت موجودة وعايشة في مصر. احنا معانا عبر زوم الدكتور هشام سلام مؤسس مركز الحفريات الفقرية بجامعة المنصورة نتعرف منه على الاكتشاف. صباح الفل عليك يا دكتور، اهلا وسهلا بيك. صباح الخير عليك يا أستاذة منى وعلى الشعب المصري. اهلا وسهلا، يعني مبروك علينا الاكتشاف المختلف الحلو ده. عرفنا بقى ايه التفاصيل والاكتشاف ده بيشمل ايه؟ طبعا نقدر نقول ان الاكتشاف الجديد هو اكتشاف مصري بنكهة ملوكية، لانه تم تسمية الاكتشاف الجديد على شرف الملك توت عنخ آمون اللي بيمر على اكتشاف مقبرته من قرن زمن. تم اكتشاف الحفرية سنة 2012 بواسطة العالم المصري الدكتور محمد سامح خبير اليونسكو للتراث الطبيعي، وجابها لسلام لاب في مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية سنة 2017. وكانت عبارة عن صخرة يعني فيها بقايا حفرية ظاهرة على السطح، لكن محدش عارف هي فيها ايه بالظبط. أخذناها للمركز الطبي في مستشفيات جامعة المنصورة وعملنا لها أشعة مقطعية عشان نشوف إيه اللي داخل الصخرة دي، وبالفعل لقينا فيها جمجمة كاملة لأحد أسلاف الحيتان. عكفنا عليها أكتر من سنتين نشيل يعني ننظف الصخر ونزغر الحفرية بطريقة يعني علمية صحيحة، يعني عشان كده خدت مننا وقت كبير جدا، لأن حرفيا بنشيل رملاية رملاية عشان ما يحصلش أي دامج أو أي فقدان لأي معلومة من معلومات اللي هي موجودة في هذا الصخر. ووجدنا كنا نظن أن هي أحد أسلاف الحيتان اللي موجودة عن عمر طبعا 41 مليون سنة. ما عندناش في مصر حاجة إلا حفريات بر مائية زي الفيومي سيتاس اللي أعلننا عنه من سنوات قليلة ماضية، لكن فوجئنا إنه لا، ده نوع جديد من الحيتان مائية المعيشة مائية كاملة المعيشة. يعني إيه حيتان يعني مائية المعيشة؟ يعني قطعت صلتها بالبر، بتعيش كاملة في الماء. وإحنا عندنا ده بس من صخور أحدث في الوادي الحيتان، لكن دي منطقة بعيدة عن وادي الحيتان. فطبعا الاكتشاف كان في الفيوم. كان في منطقة الفيوم. وطبعا قدرنا نعرف من الأشعة المقطعية انه الحوت ده طبعا هو أقدم من طبيعة الصخور الموجودة فيها وعمرها، هو أقدم حوت مائي المعيشة كاملة يكتشف من قارة أفريقيا يعني كاملة، ويعتبر من أقدم الحيتان عموما اللي هي فيما بعد تطورت وأدت الحيتان اللي موجودة دلوقتي زي الدولفين والبلو ويل والحاجات دي. المهم بقى إن احنا لقينا إن هو في مرحلة متأخرة من النضوج، يعني من البلو. يعني إيه؟ لقينا له أسنان لبنية لسه موجودة في الفك، والأسنان الدائمة بتطلع. يعني قدرنا نحدد مرحلة النمو، لو هو بينمو ويعني مرحلة النمو الكاملة للبلوغ 10 هو في مرحلة رقم 9. فعرفنا إن هو خلاص يعني يعتبر يعني نقدر نقول سب أدلت، أو يعني هيبقى بالغ بعد شوية. فطبعا هو من دراسة الأسنان عرفنا إن هو تبع فصيلة الحيتان القديمة اللي تسمى الباسيلوسوريد أو ملوك الحيتان ملوك البحار القديمة.
فطبعا هو ملك من ملوك البحار القديمة ومات صغير، فجات فكرة التسمية ان احنا نسميه على شرف الملك توت عنخ آمون، ودي كانت فكرة بس انتوا أحد القاضي اكتشفتوا الدكتور عبد جمجمة الله. وفكين وأجزاء من العمود الفقري وكمان أجزاء من الجهاز السمعي أو من الأذن، يعني لقيتوا جزء كبير كامل متكامل، مش فقط الأسنان هي اللي تقدر تعمل لنا دلالة على لا نوع الحب. الاسنان، لا عند حضرتك حق، بس الاسنان في الثدييات عموما هي كبصمه اليد، نعم نقدر نعرف منها كل حاجه للكائن، نوعه وجنسه وبياكل ايه وبيشرب، يعني كل اللي نقدر نعرفه من الاسنان لو فحصناها فحص جيد زي ما عملنا في التاتسيتس. فطبعا كانت التسمية مقارنة يعني شبيهة بحياة الملك توت عنخ آمون، فسميناه تاتسيتس. سيتس يعني حوت باللاتيني، وتات دي النيك نيم بتاع توت عنخ آمون. وكانت طبعا يعني اكتشاف كبير جدا، هز العالم حرفيا امبارح في وكالات الأنباء العالمية كلها اتكلمت عنه وعن الاكتشاف الجديد اللي طالع من مصر. طبعا نقدر نقول إن مصر كانت محضن للحيتان عبر الزمن، وعندنا سجل تطوري كبير جدا من اول الحيتان ما كانت برمائيه لحد ما بقت كامله المعيشه في الماء، وعندنا احد اضخم الحيتان اللي عاشت في هذا الزمن او الزمن الايوسيني اللي هي الباسيلوسورس اللي يعتبر حفيد التاتسيتس. لكن التاتسيتس هو الاصغر على الاطلاق في من ضمن هذه المجموعة من الحيتان، وأثبتنا برضو أنه يقدر يعني كان حجمه الصغير يعود للتغير المناخي، لأن بعض الكائنات بيحصل لها يعني نوع من أنواع التكيف على الحرارة بأن هي تصغر في الحجم، وأن هو موجود في صخور عمرها 41 مليون سنة، يعني عند حاجة اسمها الليت لوتيشيان ثيرمال ماكسيمم او الاحتباس الحراري اللوتيتي اللي حصل من 41 مليون سنه، واللي ادى الى غرق مصر، وكانت عباره عن قاع محيط وملاذ لكل الحيتان من انحاء العالم تيجي تتغذى وتتكاثر، ويعني يعني يعني بيئه مناسبه جدا، البيئه الحراريه اللي او الورم ووتر اللي موجودة في هذا الوقت. وطبعا كانت مصب الأنهار كتيرة جدا، فكانت بتغذي الأنهار دي، بتغذي المنطقة بمواد غذائية كبيرة جدا، فعشان كده كانت تجيلها الحيتان من جميع أنحاء العالم. وكان عندنا التاتسيتس أو التوت أو الحوت الفرعوني القديم، اللي طبعا يعني كان اكتشاف كبير جدا. معلومات شديدة الأهمية عن كشف أثري يعود عمره لأكثر من 41 مليون سنة. كل الشكر ليك الدكتور هشام سلام، مؤسس مركز الحفريات الفقرية بجامعة المنصورة، شكرا جزيلا لحضرتك.